مساء الفل. شيري واحدة من أقوى العلامات التجارية الصينية اللي أثبتت وجودها في الشارع المصري خلال السنوات اللي فاتت، واللي بتقدم عندنا محليا من خلال غبور أوتو الوكيل الحصري للعلامة الصينية. طرازات شيري أغلبها موجهة لفئة الـSUV باستثناء عربية وحيدة بتنافس في فئة السيدان الاقتصادية، وهي شيري أريزو 5. ومن بداية أكتوبر غبور أوتو أعلن عن زيادات رسمية في أسعار كل موديلات 2022. الزيادات دي بتتراوح ما بين 1000 جنيه و5000 جنيه على حسب الطراز. في الفيديو ده هنتعرف بسرعة على أحدث قائمة لأسعار طرازات شيري 2022 بعد الزيادة، وخلونا نبتدي بشيري أريزو 5، ودي الطراز السيدان الوحيد اللي بتقدمه شيري في مصر حاليا. زي ما قلنا طرح موديل 22 منه بأربع فئات مختلفة من التجهيزات وطبيعة نقل الحركة، اللي بيجي مانوال من 5 سرعات في الفئة الأولى، واللي زاد سعرها 1000 جنيه عن موديل 2021 علشان يبقى سعرها الرسمي حاليا 179,900. بقية فئات أريزو 5 الثلاثة بتطرح بناء الحركة أوتوماتيك CVT وبزيادة سعرية 2000 جنيه على كل فئة، فهنلاقي أن الفئة الثانية بقى سعرها 196,900، والفئة الثالثة بقى سعرها 199,900، وأخيرا الفئة الرابعة والأعلى تجهيزا بقى سعرها 213,900. أريزو 5 بتطرح بنفس المحرك في كل فئاتها، وهو محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر بقوة حصانية 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر. العربية الثانية هي من فئة الـSUV ورابع أفضل عربية مبيعا في السوق المحلي خلال 8 شهور الأولى من 2021، وهي شيري تيجو 7، واللي بتطرح في موديل 2022 بفئتين، الفئة الأولى بسعر 289,900 والفئة الثانية بسعر 313,900، ودي أسعارها الرسمية بعد زيادة 2900 جنيه عن موديل 2021. شيري تيجو 7 بتطرح بمحرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي، 145 حصان، 210 نيوتن متر عزم، مع نقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات. تالت عربية هي شيري تيجو 3، واللي زادت في موديل 2022 بقيمة 1000 جنيه في فئتها الوحيدة اللي بتطرح بيها حاليا في السوق المصري، وبالتالي سعرها الرسمي بقى 244,900. المحرك في شيري تيجو 3 سعته 1600 سي سي، بيولد 93 حصان وبيولد عزم 160 نيوتن متر، متصل بناء الحركة أوتوماتيك CVT. العربية اللي بعد كده هي شيري تيجو 8، واللي بتطرح ب7 مقاعد وفئتين مختلفتين في التجهيزات، وزادت أسعار الفئتين في موديل 2022 بقيمة 5000 جنيه علشان تبقى أسعارهم كالآتي: الفئة الأولى كومفورت بسعر 374,900، والفئة الثانية لاكجري بسعر 404,900. ومفاجأة شيري الأخيرة كانت شيري تيجو 7 برو، واللي تم تقديمها في معرض لايف درايف اكسبو في سبتمبر اللي فات بفئتين، وأسعارهم 350,000 للفئة الأولى و 380,000 للفئة الثانية، بفرق حوالي 30,000 بين الفئتين. شيري تيجو 7 برو بتطرح بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر تيربو، قادر على توليد قوة حصانية بتوصل ل 154 حصان بزيادة حوالي 9 أحصنة عن قوة تيجو 7 العادية، وعزم دوران 210 نيوتن متر، وبتنقل قوة المحرك للعجلات الأمامية عن طريق نقل حركة متغير مستمر أو CVT. دي كانت أحدث أسعار طرازات شيري موديل 2022 بعد الزيادات الرسمية اللي طرحت بيها من خلال غبور أوتو. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.